علامة بارزة في المجتمع البريطاني، وما انتشار المؤسسات الإسلامية إلا ظاهرة تعكس عمق هذا التواجد وجذوره الاجتماعية. من هنا أتت فكرة إقامة متحف إسلامي وسط لندن كمشروع ثقافي متكامل يعكس حلم الجالية الإسلامية وهويتها الأصيلة. لتسليط الضوء على خطوات هذا المشروع وخطواته التأسيسية والتي تأجلت لفترة طويلة، نستضيف الدكتور هاني الصايغ سكرتير لجنة تأسيس المتحف الإسلامي في لندن للحوار معه حول هذا الموضوع. أهلا بك معنا دكتور هاني. مساء الخير دكتور هاني. لو في البداية تحدثنا عن الهدف من إنشاء هذا المتحف الإسلامي في لندن. خلينا نقول أهداف كثيرة من لإنشاء المتحف. أولا، الجالية الإسلامية في لندن كبيرة جدا، تصل حوالي إلى 1.5 مليون من الناس. هؤلاء كلهم أو أغلبهم ساكنين في هذا البلد وسيبقون إلى الأبد. بمعنى آخر أن هذا البلد هو وطننا. هذا الهدف الرئيسي. الهدف المعنوي هو أن الآثار الإسلامية في هذا البلد كثيرة جدا وتحتاج إلى عناية وعرض. وهدف عالمي آخر هو أن لندن عاصمة العالم في الوقت الحاضر، كما كانت بغداد قبل 1000 سنة عاصمة العالم. وجميع البشر من اختلاف المسكن والجنس هم الآن في هذه العاصمة أو في بريطانيا بصورة عامة. ولندن كمركز عالمي تحتاج إلى مركز رئيسي للآثار الإسلامية وهو المتحف. فالقرار بدأ في الواقع حكوميا أو رسميا، ولكن تأجل الأمر لمدة 30 سنة منذ الحرب العالمية الثانية لحد الآن. وأنا عندما رأيت الموضوع أخذت الفكرة على عاتقي وقمت بالموضوع. الآن حوالي 12 سنة أشتغل على هذا الموضوع إن شاء الله، وفي نهاية القرن إن شاء الله نجد المتحف مفتوح للجميع إن شاء الله. نتمنى ذلك إن شاء الله. طيب، المعروضات اللي هتقدموها في المتحف هي إيه بالضبط، ومن أين ستحضرونها؟ هل استعارة، هل شراء؟ لأن المتحف اسمه متحف إسلامي، فالمعروضات يجب أن تكون معروضات إسلامية، إسلامية قديمة وإسلامية حديثة. أي المتحف راح يكون متحف حياة المسلمين من البداية إلى النهاية. كلمة متحف أو متحف عربيا تغيرت. في الماضي كانت كلمة المتحف تعني لأشياء جامدة وجدت تحت الأنقاض وعرضت للناس للمشاهدين بصورة شخصية أو عمومية. الآن المتحف هو مركز دراسي، أو في الواقع مركز دراسي وثقافي. يعني بالدراسة لدراسة الماضي، والثقافي لدراسة المستقبل أو لتحضير دراسات مستقبلية. فالآن المتحف ليس مكان للعرض فقط، إنما مكان للنزهة، للدراسة، للعلم، لقضايا كثيرة، حتى للأكل. بوجود المطاعم فيها. مثلا لو أرى المشاهد هذا التخطيط لمتحف إسلامي في القرن الواحد والعشرين، تجدين هذا المتحف كبير جدا. سيكون مكان لعرض الآثار، مكان للتدريس، لتدريس العلوم الإسلامية، مكان لعمل أفلام عن القضايا الإسلامية الفنية، قضايا كثيرة يعني، من جملتها مطاعم ومنتزهات للناس. هذه فكرة. إما فكرة إنشاء متحف في لندن لماذا، أو في بريطانيا لماذا؟ بريطانيا كما ذكرت سابقا مركز العالم الثقافي. ولا يوجد متحف للآثار الإسلامية في هذا البلد. وضروري إيجاد متحف إسلامي، لأن الآثار الأخرى كلها معروضة بأسماء مختلفة. حتى إن بعض مدراء المتاحف في هذا البلد طلبوا مني الإسراع في الموضوع، ولكن كلما طلبت بناية من البنايات لشرائها وتحويلها إلى متحف إسلامي، نجد العالم كله ينقلب
ضد هذا المكان ويشتروه بأسعار عالية. نعم. فلا نتمكن من تقديم التشيك في يوم الشراء، لأننا نرى أنفسنا قد خسرنا البناية قبل يومين. نعم. فهذه يعني يضعون العراقيل في طريقكم. كتب عراقيل كثيرة جدا، في كل مرة تظهر في أسواق لندن بناية. طبعا احنا ما لما نتكلم في أسواق لندن، في أسواق مركز لندن، مركز نعم. العلمي الذي هو حوالي المتحف البريطاني. نعم. كلما تظهر بناية نجد الناس يسمعون الخبر إما من الراديو أو من الصحف، فنجد البناية تكون ضمن المنسيات بالنسبة لنا. عموما يعني احنا برضو سنناقش حضرتك في هذا الموضوع وأسئلة أخرى بعد الإعلان، سنعود إليكم أعزائي بعد لحظات. ونواصل حوارنا الآن مع الدكتور هاني الصايغ ومشروع المتحف الإسلامي. دكتور هاني، إلى أي مرحلة وصلت ترتيباتكم الآن؟ تأسيس متحف في هذا البلد ليس بسهل. نعم. أولا يجب أن نضع قوانين للمتحف ونقدمها للجنة المتاحف والمعارض في بريطانيا رسميا. نعم. إذا وافقت عليه بعد ذلك يجب أن مثلا نحضر أمناء للمتحف، لأنه ليس هنا في هذا البلد شيء اسمه حكومي إلا قصر وستمنستر، الحكومة، بناية الحكومة، وكل شيء إما يدار بصورة شخصية أو شركات. نعم. شخصية أو صورة عمومية اللي احنا نسميها التشاريتيز، خيرية، المسائل الخيرية. نعم. فمتحفنا هو مسألة خيرية ومسجل بمديرية التشاريتي كوميشن، مديرية الخيريات. نعم. برقم معين وكذا. ثم المرحلة الثالثة تكون هي تأمين التحف. فأنا مثلا زرت كل المتاحف في هذا البلد، وأيضا في متاحف زرت متاحف أوروبا وتقريبا نصف العالم، وتكلمت مع مدراء المتاحف أن يهدون معارض موسمية لمدة 6 أشهر بالسنة. هاي بالنسبة للدول الأوروبية والغير الأوروبية. إما في هذا البلد فعندهم فائض من التحف الإسلامية الكثيرة، خلينا نقول بالآلاف، إذا قمنا بالآلاف أو إذا وصلنا إلى الملايين هم ممكن. وهناك وين توضع هذه التحف؟ لا نعرض كلها، أو في الواقع ما عندنا مجال نعرض كل هذا الشيء، ولكن نعرض الأشياء المهمة. مثلا نعم. هناك بعض التحف الجيدة مثل نعم. هذه ليست لها مكان في العرض في متاحف بريطانيا، فنحن إما نستعيرها أو ربما تهدى إلينا. نعم. إذا تمكنا بالمستقبل. المهم هو إننا نجد مكانا آمنا للآثار. نعم. فإذا وجدنا هذا المكان الآمن وهو البناية التي تبحثون عنها. نعم. الآن وجدنا أرض جيدة حوالي هكتارين، ستكون إن شاء الله بعد 4 سنوات أو 5 سنوات هي بناية المتحف الإسلامي للقرن 21. نعم. يتماشى مع البنايات. وكل المعروضات اللي احنا بنعرضها دلوقتي يا دكتور عن حضرتك، هذه جزء بسيط من المعروضات التي موجودة. هي مخزنة دلوقتي عندكم؟ مخزنة في بعض المتاحف، وأيضا هناك بعض الآثار. نعم. التي تابعة إلى مجموعات شخصية، كلهم ينتظرون إنشاء هذا المتحف وعمل قاعات بأسمائهم أو أسماء آبائهم أو أسماء عوائلهم. نعم. أو عوائلهم في الواقع. على كل حال الآثار موجودة، ولكن الشيء الذي لا نجده الآن هو مشاركة الإنسان العربي أو المسلم في إنشاء هذا المتحف. نعم. إنشاء ليس بناء، إنشاء هو مشاركة الناس أيضا ضرورية، مثلا حتى إرسال رسالة بسيطة للتشجيع هي مهمة جدا. ممكن يحصلون على العنوان
من دائرة المتاحف والمعارض أو يتصلون بي أهلا وسهلا. نعم. فبي تشجيع المشاركة، مثلا إذا أنا آثاري أحب أساعد المتحف الإسلامي أو إنشاء المتحف الإسلامي أو 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 عمل شيء معين، أو أنا فنان مسلم أو فنان مسلم من أي دولة، نعم. أحب أن أشارك في مستقبل هذا المتحف، أعرض معروضاتي، هل المعروضات ممكن تعرض في المستقبل حتى نبني على أساس المشاركة الفردية مستقبل للجميع؟ وهل يوجد مكان معين أو عنوان محدد؟ وجدنا المكان. نعم. وجدنا المكان ولا نريد أن نتكلم عن العنوان حتى لا 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 خلاص مش هنقول العنوان في الواقع يعني. نعم. لجنة المتحف الإسلامي قررت نعمل بروشورز. نعم. ونرسل البروشورز إلى الجماعة اللي أرادوا أو يريدون وضع أسماءهم، يخلدون أسماءهم كما خلدت سابقا، مثلا المستنصرية في بغداد. نعم. لا تقارن إلا ببانيها وهو المستنصر العباسي. نعم. القيروان عندما تقولين مثل مدرسة القيروان. نعم. يقولون من بناها؟ الأزهر. نعم. ومدارس كثيرة خلدت وخلد الشخص. لا. عموما نحن نقول يعني من يجد في نفسه الرغبة للمشاركة في هذا العمل في الكبير كل شيء. وسواء يعني مشاركة معنوية أو مشاركة حقيقية أن يتصل بالبرنامج، ونحن بدورنا إن شاء الله سنقوم بإرسال المعلومات إلى الدكتور هاني، وإن شاء الله نرى هذا المتحف عن قريب. انت ايضا شاركي بالموضوع ان شاء الله، يعني نحن بدانا بهذه المشاركه بدانا بهذه المشاركه البسيطه، وان شاء الله عندما يكتمل المتحف سنكون اول الحاضرين ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا. يا اهلا بك.